ليش؟ أنا شو عملت؟ أنا شو سويت لحتى عم يقتلوا كل مين عم يحاول يوقف معي ويعرف شو عملتي؟ والله معك حق، بس شو بده يحكي الواحد؟ بس والله شيء بجنني، يعني كيف عرفوا إنه الست نعيمة وبعد الست خديجة هن اللي عم يساعدوني؟ وليه؟ بكره إذا عرفوا إنه في حدا كمان بده يساعدني شو بدهم يعملوا فيه؟ مبينة بده يذبحوه مثل ما ذبحوا اللي قبله. يعني رح يتعلقوا برقبتي كمان؟ لا لك أختي، أنت شو دخلك؟ لأنه رح يذبحوا بسببي أنا. بس بتعرفي شو؟ خلص أنا معك، بدي حدا يساعدني أنا رح ساعد حالي بحالي. يا ريت يا أختي، والله كلياتنا بنساعدك، بس قولي لنا كيف؟ بعدين أنت ما عم تقولي لنا، لقيتي تحسن؟ ملاقية في فرق؟ والله ما بعرف، أحيانا بحس حالي إيه متحسنة ومرتاحة، بس أحيانا برجع بعصب وبجن وما بعرف شو عم بيصير معي. طولي بالك أختي، طولي بالك إلا ما تنحل. طيب مريم، لساتك عم تتضايقي وقت نذكر اسم حسان؟ لا تجيبي سيرته، لك لا تجيبي سيرته، ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا كم مرة قلت لك لا تجيبي سيرته بهذا البيت؟ لهي القصة عم تخليني عم تجننوني. ما أنت قصدك، بعرف إنه أنت قصدك، خلص اتركيني. لا كذابين أنتوا كلياتكم، كذابين كلياتكم كذابين، ما بتحبوني والله، أنت ما بتحبيني ولا أنا ولا كيفكم ما بتحبوني؟ خلينا برا، يخرب بيتكم أنتوا كلكم جننوني. كبسوها مثل ما الشيخة نعيمة كبستها بالخبز والملح والسكين. يمشي الحال يعني؟ ايه ان شاء الله. طب روحي تقبري جيبي لي اياها وروحي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب ها هي الوكيل نعمان. بشر عمي بشر، شو صار معك؟ كل اسف يا معلم حمزه، ابو العز اللي عم تسال عنه ما له وجود ابدا بكل مزارع زحلي. شو عم تحكي انت لك عمي؟ مثل ما عم بحكيك. وين اختفى الزلمه؟ الله اعلم. استغفر الله العلي العظيم. بقى بدكم تطولوا بالكم لك عمي حمزه، اقعدوا هلا خلينا نفكر بعدين بنحكي. تفضلوا شرفوا. لا حول الله يا ربي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا شرف يا حنان ويا منّا، اسمي الشافي معافي، اسمي الشافي معافي، حوطتك بالله تبري، اسمي الشافي معافي. يا مجيد يا فاعل لما تريد، يلا ميمي هاتي. يا شافي يا معافي، يا شافي يا معافي، يا حنان ويا منّا، يا حنان ويا منّا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا معافي، يا شافي يا معافي، يا حنان ويا منّا، يا مجيد يا ودود، يا فاعل لما تريد، باسم الشافي المعافي، باسم الشافي المعافي. يا حنان ويا منّا، يا حنان ويا منّا، يا شافي يا معافي، يا فاعل لما تريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حوضتك بالله يا بنتي، حوضتك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم تربيتك يا أبي، كيف كنت تشد بأسري من أنا صغير حتى أكون قوي بشخصي أنا وقوي بكياني أنا، مو بالمال اللي ورثتني إياه. كنت تعلمني كيف كون قوي، أصير صاحب سلطان وجاهل بين الخلق. بس يا حيف لغايت هالوقت هاد وتخطيت الخمسين، لا صار لي ولد ولا حصلت على منصب عليه القيمة بين البشر. لازم يصير عندي ولد، ولد واحد يملي حياتي، وبحال ما اجى المنصب، لا لازم يصير لي ولد واكسب منصب الزعامة، لازم لازم. خير يا أخ، شو عم بتفكر؟ بتعرفي ليش بعتمد على أخي مدحت بكل شاردة وواردة؟
ليش؟ لاني ساعات بحسه اخي، ساعات بحسه ابني. خلي ايمانك بالله كبير، وتذكر انه الله كريم. لا اله الا الله. وينكم يا حريم؟ يا ام طالب. وين ام طالب؟ جوا عند ست مريم. طيب تركيهم جوا، ساوي قهوه وجايين ضيف ما نطول وقتنيا، يلا. امره. يا طاهر. يا عمي. يلا. يلا شرف. شرفوا عمي. يلا يلا. يلا. شرف ابو رمزي. يا عمي طالب. شرف عمي شرف. يا ميت اهلا وسهلا. يا ساتر. شرف. يلا اهلين وسهلين. اهلين بالامي. يا مو يب. يا مو انت عامله هذا الاكل؟ لو ما بقدر امشي بس بقدر اطبخ، ولو اخر يوم بعمري بدي اطبخ لك. قلتهم يقبلوني لنعمل. بعيد الشر عنك. يلا يا مو سمي بالرحمن واقعد كل قبل ما يبرد الاكل. بسم الله. خير امي؟ ليش ما عم تاكلي؟ تذكرت ابوك. الله يرحمه. الله يرحمه. كان يحب المشدرة كثير. كنت كل ما اعمل له اياها يقوم يحضني ويبوسني. كان يحبك ما هيك؟ كان يحبني كثير، بس كان يحب المشدرة اكثر. بتعرفي يا امي، مع اني ما بتذكره، بس علم الله اني بحبه، كاني عايش معه دهر، على قد ما انت بتحكي عنه. ما عاد يفيد شيء. بعد ما قتلوا اولاد الكلب، سودت الدنيا كلها بعيني. الحقيقة قد ما تخبي رح تبين يا امي. والله لو بيتم بعمري يوم رح اعرف مين قتل ابي واخذ بداري وتارك منه. نحن مو جماعة تارات، نحن جماعة الحيط الحيط. واقول يا رب الستر الا بهذا الموضوع. والله لا اخذ بتارك وتاري لو وقف العالم كلياته بوشي. نصري اقعد كمل اكلك. هلا بيستعوني الاغا امي، انا لازم امشي. يعني شبعت؟ لك انا اذا بضل باكل من اكلك ثلاث ايام ما بشبح. قد ايه صار لي مو اكل من اكلك؟ ها صحة وهنا لك أمي. اللي الأغا اللي عم تشتغل عنه رضيان عنك. تربيتك أمي، الأغا بيعتمد علي بكل شاردة واردة، يعني فينك تعتبري إنه أنا من أقرب الناس لإله. الله يرضى عليك يا أمي. لا مو بس هيك، حتى قدام العالم، يعني كل الناس بتحترمني وبتقدرني بس لأني واحد من شغيلة مراد أغا. مين مراد؟ أمي هذا الأغا اللي بشتغل معه. مراد أغا شو زل لمعات خانم؟ هو بذاته يا أمي، هو بذاته. يا لطيف الشغل مع الأغا شو منيح، وهو شو ما بتطلبي منه بيحضر. بس يعني الله يكون بيعون اللي بيغضبه، إذا عصب الجبال ما بتحمله. أمي الشغل مع الأغا ما بدنا إياه. ما فهمت أمي ليش؟ بدون ما تفهم، هذا الأغا مو من طينتنا. وكلي الله أمي شو صار لك؟ أنا قلت لك إنه عم بشتغل مع الأغا والشغل معه كتير منيح وأنا مبسوط معه. بس أنا مالي مبسوطة. أمي بس فهميني ليش؟ هيك بدون سبب. ما في شي بدون سبب أمي، وكلامك هاد ماله بدوزن بنوب، وكلامك لا بينزل لا بقبان ولا بميزان. نصري لا تخليني أغضب عليك، هذا الكلام اللي عندي مفهوم؟ أمي أنا مالي صغير، أنا بعرف مع مين أشتغل ومع مين ما أشتغل. استكري لي هالسيرة الله يخليكي. نصري أنا تأخرت على شغلي أمي، بالإذن. لذلك قلت لحالي بيني وبين نفسي يا أبو رمزي خليني استفسر منك بعيد عن الشرطة وبعيد عن المخفر وعن شوشرة الناس. أنا بخدمتك عمي أبو طالب.